بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كويس ان شاء الله. باذن الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع ازاي نفرق الذكر من النتايه. يعني نعرف جنس الحمام، نعرف ذكرنا اهو، نعرف ذكرنا اهو والنتايه ايه، باكثر من طريقه وكله سهل. يعني في ناس كتير قبل اتكلمت في الموضوع ده، بس انا هحاول ابسط الموضوع جدا. يعني اولا بنشوف الذكر زي ما احنا عارفين، بنلاقي دماغه راس الذكر كبيره غالبا، تبقى دماغه كبيره، ويبقى الريش ده اللي حول الكف ده بيلمع اكتر، ويبقى حجمه كبير عن النتايه شويه، يعني يبقى حجمه نوعا ما كبير عن النتايه. طيب في حمام ما بيبقاش باين، ما نعرفش، خصوصا الزغاليل والشبابات ما نعرفش نفرق بينهم بسهوله. في طريقه ثانيه، طريقه الريش. الطريقه الثانيه بقى بنيجي لريش الجناح، ريش الجناح اللي هو نيجي لدله الريشه دي ونشوف نمسك اخر 5 سنتي ونشوف اللي ايه الريشه من اخر 5 سنتي لفوق. الريشه لو من هنا لهنا بتبقى عريضه، بيبقى ده ذكر، يعني بتبقى عريضه كده، ده ذكر من غير ما نعرف حتى جنسه. ايه باين من الريشه، الريشه بتاعته عريضه، واوريك حالا النتايه بتبقى الريشه تعمل ازاي. دي النتايه، شايفين بقى الفرق بينها وبين الريشه الثانيه؟ يعني الريشه رفيعه جدا، الخمس دول بتلاقيها جامد جامد شبيه ورفيعه جدا، والخمسه دول مخلوقه تيجي من هنا وتتخنق وتطلع بروح. ده زغلول، احنا نعرفه ازاي؟ الريش بتاعه لسه ما تمش، هو غالبا برضه الريشه بتاعته باينه عريضه وذكر، يعني عريضه من هنا من فوق جاب عرض وطالع ان هو ذكر. طيب ما عرفناش من عند نعرف نجيبه ازاي بقى؟ في طريقه سهله، ثالثه سهله جدا. ممكن سلك 10 مللي للناس اللي بتعرف بربط فيه دوباره كده، ولا من 20 سم 25 سم بالكثير، وبتبقى الدوباره دي حره زي ما انتم شايفين كده. الزغلول ده السن ده ما حدش يقدر يعرف اذا كان هو دكار ولا انتهى ولا اعرف يفرقه. فاحنا هنشوفه من بطريقه البندول دي، نعملها عملي ونشوف يا ترى الكلام صح ولا غلط. اهو نمسك البندول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نخلي ايدنا بعيد عنه، عن تحت البندول خالص، ايدي يعني ايدي تبقى هنا على تحت صدر الفرد، ونمسك البندول كده ونرفعه كده، اهو واقف، نوقف حركته ونسيبه الحركه بتاعته. حركة دائرية، الحركة الدائرية دي تبقى نتاية، ولما تتحرك بشكل دائري تبقى نتاية. طيب هنجيب أخوه، أخوه حاول يثبته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبقى كده جنب شوية، نحط البندول ده عند الأصل، عند نهاية الديل، عند أول الديل كده بين الديل وبين الجسم، ونشوف الحركة بتاعته، هتبقى الحركة بتاعته عاملة إزاي. الحركة بتاعته بشكل عمودي،
يعني راحة جاية راحة جاية كده، ده بين ان هو ذكر، وبرضه لو جت كده شمال ويمين كده تبقى برضه ذكر. دي شبتة من فوق ايه؟ شايفين الحركة بتاعته؟ كده يبقى ذكر. ترى سهلة جدا، وعلى فكرة ترى دي بتنفع مع جميع، مش مع الحمام بس، تنفع مع العصافير ومع جميع الحيوانات، حتى مع الأوادم. يعني الراجل لو كنت حطيت البندول على ايده وتشوف الحركة بتاعت ايده، لو حطيت على ايد الست هتعمل لك شكل دائري. يا رب اكون وفقت النهارده ووصلتكم المعلومه، ولو عجبك الموضوع شارك، تابع شارك في القناه وفعل زر الجرس وتابعنا، واي سؤال اي حاجه سيب سؤالك في تعليق وانا ان شاء الله هرد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.